منتخبنا حقق الفوز على المنتخب الفيتنامي في هذا اللقاء وخسارة المنتخب السعودي، منتخبنا يصل إلى المستوى الثاني. مباراة الأردن والسعودية تقام بنفس التوقيت لهذه المباراة. لاحظ الإعادة للهدف الجميل وروعة الهدف، روعة الهدف لمنتخبنا. لاحظ تلقى إعجاب مدرب منتخبنا خيسوس كاساس. الهدف الدولي الأول لحسين علي، الهدف الدولي الأول لحسين علي مدافع يمين منتخبنا الوطني.